الكل في حالة وحشية تماما، الكل يطاردني بصرخات مجنونة مسعورة، وأنا أعدو بكل قوتي وسهامهم تمرق من حولي. الكل يريد جسدي، وليس لقتلي ولكن لالتهامي. إنه موقف لم يخطر لي حتى في أبشع أبشع كوابيسي. أكلة لحوم البشر يطاردونني، صرخاتهم تثير الهلع في كياني وتدفعني للجري كالمجنون فرارا بحياتي. وفي ذهني ذلك المشهد الرهيب الذي وقع عليه بصري عندهم، مشهد ضحية بشرية يمزقونها حية ويوزعون لحمها فيما بينهم ويلتهمونه في نهم وحشي مقزز. كان هذا قبل أن يكتشفوا وجودي ويستديرون بأعينهم وأنيابهم ووحشيتهم ونهمهم نحوي. لحظة واحدة حدقوا خلالها في قبل أن تلتمع عيونهم وينطلقون نحوي مباشرة، وهم يطلقون صرخاتهم الوحشية. وبكل قوتي جريت وجريت وجريت، ولكن كل هذا انتهى عند تلك الحافة، حافة جرف عال مرتفع يطل على شلال قصير ونهر كبير، نهر يمتلئ بالتماسيح الهائلة التي رفعت عيونها وفكوكها نحوي على أمل أن أقفز. لم يعد هناك أمل، سيتم التهامي في كل الأحوال، إما بأنياب التماسيح أو بأنياب أكلات لحوم البشر. ومن خلفي سمعت صرخاتهم تتوقف، واستدرت أواجههم. جيش من أكلات لحوم البشر بوجوههم الشاحبة وأنيابهم الطويلة القذرة التي ما زالت بقايا ضحيتهم السابقة عالقة بها. ما من أمل، ولا بد لي أن أختار التماسيح أو أكلات لحوم البشر. وانقض الجيش علي وهو يطلق صرخاته، وفجأة وجدت نفسي في معملي مرة أخرى، أقف أمام آلة الزمن التي أنهيت صنعها على التو، وعلى بعد خطوات يقف مساعدي. هناك خطأ في الحسابات. للمرة الألف سمعت العبارة نفسها، لو انطلقت الآلة الآن ستدخل في دوائر مغلقة. أردت أن أقول شيئا، أي شيء، ولكنه كما يحدث في كل مرة نطقها في نفس اللحظة التي جذبت فيها ذراع آلة الزمن، ووجدت نفسي أنطلق ثانية. شعرت بجسدي ينسحب عبر ممر أضواء مختلفة كما حدث في المرات السابقة، ثم سقط جسدي فجأة وسط تلك الغابة القديمة. فصائل النباتات من حولي أخبرتني أنني قد عدت آلاف السنين إلى الماضي. حاولت ألا أتحرك هذه المرة، ولكنني وجدت نفسي أسير في نفس المسار الذي سرت فيه في المرة السابقة، أسير حتى تلك الأكمة من الأغصان حيث أرى ما يحدث. كان هناك شخص آخر يرتدي ما يوحي بأنه قد أتى من زمني بوسيلة ما، وكانوا يجتذبونه بلا رحمة. كان ظهره في مواجهتي، ولكن صرخاته الرهيبة كانت تنقل لي مدى عذابه. ومن حوله راح أولئك الوحوش يرقصون ثم أشعلوا النار تحت قدمي. صرخاتهم كانت رهيبة بمقدار عذابه، ثم انقضوا عليه وراحوا يمزقون قطعا من لحمه ويوزعونها على بعضهم البعض ويلتهمونها، والدماء تسيل منهم على وجوههم. أبشع مشهد شاهدته في حياتي كلها. وعلى الرغم من معرفتي ما سيحدث، ضغطت ذلك الغصن الجاف بقدمي فتحطم على نحو مسموع والتف إليه، وكان مكان. ومرة جديدة وجدت نفسي في معملي. هناك خطأ في الحسابات. وجذبت ذراع آلة الزمن مع عبارتي مساعدي، وبدأ العذاب مرة أخرى. ولكن لا، لن أستسلم لدوائر العذاب هذه. هناك حتما وسيلة للخروج منها، هناك حتما أمل. في هذه المرة استنفرت كل إرادتي حتى لا أكرر خطواتي السابقة، لم أسر نحوها مباشرة، درت في اتجاه مختلف. نجحت في تغيير مسار الأحداث، ولكن مهلا، لقد درت دورة قصيرة ثم وجدت نفسي في المكان ذاته أشاهد العذاب الهائل لضحيتهم. وأصريت ألا أرفع قدمي وألا أطأ ذلك الغصن الجاف، ولكنهم على الرغم من أنني لم أفعل انتبهوا لوجودي والتفتوا إلي، وعدت أجري بكل الرعب. وها هي ذي اللحظة الرهيبة تتكرر، هم أو التماسيح. هناك خطأ في الحسابات، قالها مساعدي. فحاولت ألا أجذب ذراع آلة الزمن، ولكنني فعلت،
وانسحب جسدي عبر نفق الأضواء الذي سئمته، وها أنا ذا هناك في ذلك العصر القديم. عذاب الضحية يفوق كل تصور. تخيل نفسك تلتهم حيا والنيران تشوي قدميك، ولكن صرخات الضحية تبدو لي مألوفة وزيه كذلك. أهو مساعدي حاول استخدام آلة الزمن لإنقاذي فسقط ضحية لهم؟ يا للمسكين. كنت أكثر حرصا في هذه المرة، تحركت بخفة، نجحت في كسر قانون الزمن هذه المرة، ولكن الضحية فعل شيئا ما جعلهم يلتفون إلي، وعدت أجري وهم يطاردونني، ووصلت إلى الخيار الرهيب. هناك خطأ في الحسابات. عدت أكذب ذراع آلة الزمن، وقد وضعت في ذهني خطة هذه المرة. المشكلة هي أنني وفي كل مرة أجري نحو الحافة، حيث يقتصر الخيار على أنياب التماسيح أو أكلات لحوم البشر. هذه المرة إذا شعروا بوجودي سأستنفر أقصى إرادتي وأجري في الاتجاه العكسي. هنا سيكمن الأمل. أي أمل؟ كان المجهود رهيبا، ولكنني نجحت في تغيير خط السير على نحو ملحوظ. صحيح أنني وصلت إلى نفس النقطة حيث يعذبون ويأكلون ضحيتهم، ولكن من زاوية مختلفة تماما. من هناك حاولت رؤية وجه الضحية، ولكنه كان مغطى تماما بالدم، وكان بعض أكلات لحوم البشر يلعقون الدم عنه في استمتاع حيواني مقزز. كنت أتمنى أن أملك وسيلة لتخليصه من عذابه، ولكن كيف؟ كيف؟ وبينما يمزقون لحمه ويشعلون النار تحت قدميه، التفت نصف التفاتة وصرخ وكأن هذا هو أمله الأخير: أرجوك اقتلني. صرخته جعلتهم يلتفتون إليه ثم انقضوا. بذلت جهدا خرافيا لاستنفار آخر قطرة من إرادتي، واستدرت إلى الناحية العكسية وجريت. لقد انتصرت، غيرت المسار وانطلقت بعيدا عن نهر التماسيح، وبكل قوتي رحت أجري وهم خلفي يصرخون صرخاتهم الوحشية. ولكن أين يمكن أن يقودني هذا؟ إلى أي مصير؟ كانت الغابة متشابكة الأغصان، ولكنني رحت أجري وأجري وأجري. ثم فجأة وجدت نفسي أمام ثلاثة متوحشين. أطلق أحدهم صرخة رهيبة ثم هوى على رأسي بسلاح حجري قديم، وسقطت فاقد الوعي. لم أدري كم فقدت الوعي، ولكنني عندما استيقظت كان وجهي مغطى بالدم، وكانوا يجذبونني نحو مذبحهم. قيدوني إلى المذبح وأنا أصرخ وأشعل النار تحت قدمي. رباه، لقد كنت أنا الضحية التي رأيتها تواجه أبشع عذاب في الكون، وهذا يعني أنني هناك أراقب ما يحدث. لهذا بدا لي كل شيء مألوفا. لم يكن مساعدي الذي يعذب هذا العذاب الرهيب، لقد كنت أنا. بينما يمزقون قطعة حية من لحم جسدي ويأكلونها في شراهة، صرخت: أرجوك اقتلني. ولكن العذاب استمر وبلا أمل. تمت بحمد الله.